حقيقة امتلاك الرئيس الأمريكي الزر النووي في حقيبته؟ كلنا تابعنا زعيم كوريا الشمالية لما طلع وقال إنه قاعد على مكتبه وإن الزر النووي يوجد على مكتبه، والرئيس ترامب قال إنه القدرات النووية لأمريكا أعلى من القدرات النووية لكوريا الشمالية. كلمة بقى ومصطلح الزر النووي، هل فعلا في زرار نووي يتك عليها الرئيس تلاقي مباشرة طلعت الصواريخ النووية؟ هل هو زي ريموت بتاع التلفزيون تقلب من القناة الأولى للقناة الثانية فهو يمسك نفس الريموت وفقط بضغطة زر واحدة ينطلق الصاروخ النووي؟ الحقيقة أن هذا الكلام غير صحيح، إنما ده كلام مجازي، مفيش زر يضغط عليه الرئيس الأمريكي ولا الرئيس الروسي فيتك كده ينطلق السلاح النووي، إنما ده مجازا عن امتلاك القدرة على اتخاذ القرار بإطلاق السلاح النووي في وقت سريع للغاية. موقع بي بي سي طرح بعض الأسئلة الخطيرة والمهمة في هذا الإطار وأجاب عليها، وبعض الإجابات تحمل معلومات جديدة وحديثة في هذا الإطار. السؤال الأول، ما هي الحقيبة النووية؟ بنشوف كتير جدا الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي وهم ماشيين في ضابط جيش ماشي جنب الرئيس ماسك شنطة سوداء، الشنطة السوداء دي هي الحقيبة السوداء، أخطر حقيبة في التاريخ. الحقيبة السوداء ديت البعض بيعتقد إن هي الحقيبة اللي موجود فيها الزرار اللي بيتك عليه الرئيس وبالتالي يطلق القنبلة النووية أو الصاروخ النووي. بي بي سي بتقول ده كلام مش صحيح لما سألت خبراء، إنما هذه الحقيبة فيها إيه؟ فيها أدوات تواصل، فيها كتيبات علشان تساعد الرئيس على اتخاذ القرار. الحقيبة دي معاه في كل مكان، بيلعب جولف في عربية مع الرئيس وبيلعب الجولف ماشي جنبه، في الأسانسير الحقيبة معاه، في أي مكان على الإطلاق في كل وقت الحقيبة لا تفارق الرئيس. إنما اللي موجود فيها مش زرار يتك عليه، إنما موجودة كتيبات توضيحية ورسوم ومعلومات وأدوات تواصل موجودة داخل هذه الحقيبة يكلم بها القوات النووية الاستراتيجية ويكلم بها البنتاغون وزارة الدفاع. في حفلة تنصيب في 20 يناير لو احنا اخدنا بالنا وقتها هنلاقي ان الضابط اللي واقف ضابط الجيش الامريكي اللي شايل الحقيبة النووية كان واقف جنب الرئيس اوباما، بعد اداء اليمين الدستورية غير مكانه وقف جنب الرئيس ترامب لان الحقيبة اصبحت دلوقتي في سلطة الرئيس الامريكي الجديد. السؤال الثاني، ما هي بطاقة بسكويت؟ البطاقة اسمها كده بسكويت، دي غير الحقيبة، يعني ديت مش جوه الحقيبة السوداء، إنما بتكون مع الرئيس، ممكن يضعها جوه الحقيبة، ممكن تكون معاه في ملابسه، ممكن تكون هذه الورقة أو هذه البطاقة البسكويت موجودة في مكان إلى جوار الرئيس. البطاقة غير الحقيبة، البطاقة ديت أشبه بالظبط لو حضرتك معاك كارت فيزا وبعدين ضاعت او حصل اي حاجة تعطلت، كلمت البنك وقلت له ان الفيزا كارت حصل فيها كذا وكذا، فيبدأ يقول لك طب اسمك الرباعي، طب انت مواليد كام، طب العنوان، طب قول لي اول رقمين، طب اخر رقمين. ده بالظبط زي الفيزا كارت لما تضيع او تتعطل فالبنك يتعرف عليك، بتقدم نفسك بتعرف نفسك للبنك بمعلومات يتأكد ان انت اللي بتتصل صاحب هذا الكارت مش اي حد تاني. نفس الموضوع، هي دي بطاقة البسكويت اللي هي مع الرئيس الامريكي، بيتكلم بيقولوا انت مين، انا الرئيس الامريكي. طيب ايه بقى يأكد انك الرئيس الامريكي؟ يفترض بقى ان البطاقة ديت وقعت مع اي حد في مكتب الرئيس، مع اي ارهابيين، مع اي حد من جيش معادي، مع اي مواطن بس بيشتغل مع الرئيس وخدها وقرر بقى ان هو يدمر العالم وينهي هذا العالم، إيه اللي عرفهم ان ده الرئيس مش انه حد في ادارة الرئيس او حد اخترق او حد سرق او حد سطع على بطاقة البسكويت؟ يبدأ يعرف نفسه نفس الطريقة، طيب قول الكود فيقول الكود، طب اللي بعديه كذا، طب رقم كذا كذا، يقعد بقى يجيب على كل الاسئلة اللي موجودة في هذه البطاقة اللي بنان عليها خلاص شكرا انت الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ممكن بقى تقول ايه اللي انت عايزه. مش انت ايه اللي انت عايزه، ان احنا هنطلق سلاح نووي ازاي؟
لأن هو لا يلجأ إلى ذلك عشان يتعرف على الجيش الأمريكي، إنما إذا استخدم هذه البطاقة وعرف نفسه معناه إن في قرار بإطلاق سلاح نووي. لما يحصل بقى ده ويعرف نفسه عبر هذه الرموز السرية، إيه اللي بيحصل؟ بيكلم وزارة الدفاع، البنتاجون، ثم مرورا إلى القيادة الاستراتيجية في نبراسكا اللي هي بتنفذ هذا الأمر. يعني هو الرئيس يعرف نفسه، بعدين يخلوه يكلم قائد الجيوش الأمريكية اللي هو أعلى رتبة عسكرية في الجيش الأمريكي، بعد كده ينزل القرار يبقى إذن من الرئيس لقائد الجيوش الأمريكية ثم إلى قائد المنطقة الاستراتيجية في نبراسكا اللي هي الأسلحة الاستراتيجية اللي هي الأسلحة النووية. يبقى إذن الرئيس، قائد الجيش، قائد نبراسكا. إذا قائد نبراسكا وصلنا له وقال أوكي هيدي الأمر، يبقى شكرا انطلق السلاح النووي. هل ممكن الرئيس ينسى بقى بطاقة البسكويت ديت؟ فلو جاء بقى يعرف نفسه مش هيعرف يعرف نفسه، ما البطاقة دي لو مش موجودة هو عايز يستخدم السلاح النووي وبيدي بقى تعليمات، ما يقول له عرف نفسك، مش تقول إن أنا دونالد ترامب، إنما تقول كل الرموز السرية اللي موجودة. لو ضاعت ما يعرفش يقدم نفسه ان هو الرئيس الامريكي، لابد تكون معاه اذا الامر عبر اتصال مش في لقاء مباشر. هل في رؤساء ضاعت منهم البطاقه؟ ما هي في ايده او معاه في ملابسه او في المكتب او في البيت، ممكن تضيع. الرئيس بيل كلينتون ضاعت منه لمده شهور. شيلتون، الجنرال شيلتون بيقول ضاعت لمده شهور. احد مساعدي كلينتون بيقول اكتر من 6 شهور. إنما كلينتون اعترف فيما بعد إنه فعلا فقد هذه الرموز السرية. طبعا دي حاجة صعبة جدا، لأن كان ممكن دولة أخرى تضرب أمريكا نوويا وهو ما يقدرش يتصرف لأن معهوش البطاقة اللي فيها الرموز السرية اللي ممكن يدي بها الأمر للجيش الأمريكي وقاعدة نبراسكا أو القيادة الاستراتيجية في نبراسكا. كيف يأمر الرئيس بهجوم نووي؟ إحنا قلنا إن هو بيقدم نفسه، يدي أمر للجيش، الجيش بيدي أمر لقاعدة نبراسكا، نبراسكا تدي بقى أمر القائد الميداني اللي هو بقى هيتك بقى على زرار علشان يطلع الصاروخ النووي أو تنطلق الطائرة، يدي أمر للطيار ينطلق بقاذفة استراتيجية أو أمر للغواصة تنطلق صواريخها من الغواصات. احنا في 3 وسائل لإطلاق السلاح النووي، يا طيارة زي هيروشيما ترمي القنبلة، يا صاروخ من الأرض ينطلق، يا صاروخ من المية عبر غواصة. السؤال الرابع والأخير، هل يمكن عدم تنفيذ أوامر الرئيس؟ نفترض بقى الرئيس ترامب قرر يضرب كوريا الشمالية بقنبلة نووية وعرف نفسه، تأكدنا خلاص إن هو الرئيس ترامب، وقائد الجيش قال له تمام إحنا هنعمل ده، جينا بقى لقائد نبراسكا قال لك لأ، أو إن قائد الجيش قال لأ. عندك بقى 3 مراحل، يا قائد الجيش يقول له لا مش هننفذ الامر، مش هنطلق سلاح نووي. المستوى الثاني بقى اللي هي القياده الاستراتيجيه في نبراسكا تقول لا مش هننفذ الامر حتى لو قائد الجيش امر. والمستوى الرابع القياده الميدانيه اللي هو هيطلق فعلا السلاح النووي ممكن يقول ولا هنفذ امر قائد المنطقه الاستراتيجيه او الاستراتيجيه في نبراسكا. هل ده وارد؟ 40 سنه هذا السؤال لم يطرح نهائي. يعني هذا السؤال لم يطرح للنقاش اصلا في اي مكان بشكل جاد فيما قبل الا في نوفمبر 2017 طرح للنقاش، ماذا لو ان الرئيس ترامب امر باستخدام السلاح النووي؟ قائد بقى الاسلحه الاستراتيجيه في نبراسكا اللي قلنا عليه بقى ده القائد اللي بيدي الامر النهائي بالضربه النوويه اللي كان ماسك من 2011 ل 2013، الكونجرس استدعوه فسالوه هل ممكن القائد في نبراسكا ما ينفذ أوامر القائد على القوات المسلحة الرئيس ترامب لو إدى أمر؟ قال آه ممكن ما أنفذش أمر الرئيس، رغم أن هو ملزم أن يطيع لأن ده أمر القائد الأعلى. إلا أن كانت المفاجأة لما طرح هذا السؤال لأول مرة من 40 سنة الكونجرس طرحه على قائد الأسلحة الاستراتيجية أو القيادة الاستراتيجية في نبراسكا من 11 ل 13، هل ممكن ترفض؟ قال اه ممكن نرفض. عضو كونجرس قال له طب وايه اللي يحصل بعد كده؟ قال له معرفش. وضحك الجميع زي النكتة الشهيرة، مفيش إجابة ايه اللي ممكن يحصل. هل لو هو قال لا في هذه الحالة هيتصرف ضد الرئيس؟
ولا لو قال لا في هذه الحالة يتصرف ضد وزارة الدفاع، ولا لو قال لا الرئيس هيتراجع في كلامه، وأثناء ما هو بيقول لا لو الطرف الثاني عرف إن في نقاش بين الرئيس والدفاع وقادة المنطقة والقادة الميدانيين على إطلاق سلاح نووي يستغل هذا الارتباك ويضرب الطرف الثاني بسلاح نووي، في الواقع لا توجد إجابة على هذا الموضوع. ماذا لو رفض قائد الأسلحة الاستراتيجية في نبراسكا أوامر القائد على القوات المسلحة الأمريكية الرئيس الأمريكي بإطلاق السلاح النووي؟ هذا موجز لأربع أسئلة وإجابتها بشأن حقيقة امتلاك الرئيس الأمريكي الزر النووي في حقيبته. وفي شرح وتوضيح ما ذهبنا إليه من تحليل الفيديو الأولاني، الحقيبة السوداء أخطر حقيبة عرفها التاريخ. منذ دخول الرئيس دونالد ترامب البيت الأبيض والتصعيد مع كوريا الشمالية والعالم على أطراف أصابعه، يسمع رئيس ترامب ويسمع زعيم كوريا الشمالية والعالم في منتهى القلق ماذا لو؟ الحقيبة النووية أو الزر النووي، الخطر الكبير الذي يهدد العالم. هذا المقطع بيتكلم عن الكرة النووية اللي هي الحقيبة النووية التي يحملها الرئيس ترامب. هو التقرير هو كان لسه يحمل هذه الحقيبة، إنما طول ما الحقيبة النووية في يد الرئيس ترامب وهناك زر نووي في مكتب زعيم كوريا الشمالية، العالم على أطراف أصابعه.